سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة وإلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني العماد ميشيل عون للاطمئنان على الوضع في البلاد بعد انفجار بيروت، مجددا له تضامن الجزائر الكامل مع الشعب والحكومة اللبنانية في هذه اللحظة الأليمة، ويأمر بتقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني الشقيق. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار لبناني لأزيد من 100 قتيل و5000 جريح، وإعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين. والخارجية الجزائرية تعلن عن تسجيل جروح طفيفة لرعيتين جزائريتين من أفراد الجالية، وتؤكد تجندها الكامل للاستجابة لأي طارئ. الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يشرف اليوم على تنصيب لجنة تقييم خسائر حرائق الغابات للتكفل بالمواطنين المتضررين جراء الحرائق التي التهمت هكتارات من الغابات، ويكشف عن تعويضات مادية ومالية خاصة بالمتضررين من هذه الحرائق. ووزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية السيد كمال بلجود ضيف نشرة الثانية. وزارة الدفاع الوطني تفند المعلومات الكاذبة التي يتداولها أشباه صحفيين مأجورين تزعم فرار اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية السابق إلى إحدى البلدان الأوروبية ومتابعته قضائيا من طرف العدالة الجزائرية، وتؤكد أنه استفاد من تكفل طبي في بلد أوروبي. ومن الجلفة مساهمة الحرفيات في صناعة الأقنعة الواقية لمجابهة وباء كورونا، وخرجات ميدانية للجان المراقبة للمحلات التجارية الواقعة على الساحل العاصمي استعدادا لفتح الشواطئ.